تاخذ بيها درجه كامله. وملزمه البيكسل اوبريشن او اوبريشن اوف بيكسلز اذا تذكروها، جماعه الادجلسي وجماعه النيبرهود وجماعه الفيرتيكال هوريزونتال والدياجونال، وهاي امتحنا بيها في الفصل الاول ايضا وهم كان الشرح. ثم جت الملازم اللي بعدها وياي تمام. ملزمة فورير اللي دخل من عندها بس كان التعريف اللي بالبداية اعتقد اول صفحتين. نعم استاذ. باقي كله امور رياضية بالضبط. باقي كله امور رياضية. هذه اول شغلة ننتهي من عندها. لازم تسيطرون عليها لانه هذا جزء من الاختبار وجزء من الاسئلة. ان يكون يعني من ضمن احنا طول السنة صار اكثر من محاولة عندنا خصوصا الفصل الاول، فلذلك مطلوب من عندنا انه نجاوب على هاي الامور وهاي سهلة. الشغلة الثانية خصوص الامتحان مع الفصل الثاني. امتحان الفصل الثاني صراحة ارتبكته ببعض الاجابات. الامتحان كان بسيط ما بيه شيء، سهل جدا. وهسه انا متاكد انه انتم لو يعني تشوفوه او مره ثانيه كان تجاوبون بشكل احسن، لانه اكيد شفنا سوية الاسئله وتكلمنا عنها وتكلمنا عن طبيعه الاجوبه وتكلمنا عن شلون واحد يقدر يجاوب. ف اتذكر وياكم، اسمحوا لي استذكر وياكم الامتحان مال الفصل الثاني، لان ايضا صارت تساؤلات عليه من قبل بعض الطلبة والطالبات. شوفوا وياي راح نشارك سوية بسطح المكتب. تمام، ظهر أمامكم الآن سطح المكتب. أذكركم بأنه امتحان الفات كان للمسائي وللصباحي طبعا، وبما أنه اللقاء اليوم مشترك مسائي صباحي راح نطلع سوية على الأسئلة للفصل الثاني للصباحي والمسائي مجموعتين وكيفية الإجابة عنها، حتى ما تأخذ وقت إذا جاوبنا بهذه الطريقة. لاحظوا السؤال الأول، أذكركم بالامتحان الخاص بالفصل الثاني للصباحي، كان أنه عندنا ثلاث صور كل واحدة من عندهم بـ 8-bit gray level، صورة A، صورة B، صورة C. يقول لقيلي صورة D حيث أن إذا كانت البيكسل A أكبر من البيكسل C أو البيكسل A أصغر من البيكسل B فإن الصورة D تساوي الصورة A زائد 2 الصورة B ناقصا الصورة C. أما إذا كانت البيكسل A أقل من البيكسل C والبيكسل A أكبر من أو يساوي B فإن الصورة D تساوي الصورة A زائد 3 الصورة B ناقص 2 الصورة C. وإذا ما تحقق لا الأول ولا الثاني فإن الصورة D تساوي في الأحوال الأخرى elsewhere 20 زائد الصورة A. الآن لو نريد نحلل هذا السؤال، راح نحل السؤال بالشكل التالي. أخلي الصورة D. بما أن العمليات على الصور 3×3 مع 3×3 كلها جمع طرح جمع طرح، وتعرفون من آخر ملزمة أخذناها أن الصورة الناتجة راح تكون أيضا 3×3. إذا نهيئ صورة D لتكون
من ثلاث في ثلاث. الصورة دي تساوي ثلاثة في ثلاثة، وأخلي قدامي الشروط حتى ما أتخربط بيها وأشوف وين تتحقق. يقول الأي أكبر من سي، ما عليه بالأور لأنه هو أو. هسه أشوف وين أي أكبر من سي. أي أكبر من سي، أول بيكسل حقق أي أكبر من سي. هذا ليس أكبر، 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 هذا ليس أكبر. إذا فقط في واحد، إذا هنا أخلي حقق لي شرط واحد، حقق لي شرط واحد. مو الأي أكبر من سي، هل الأي أقل من بي؟ الأي أقل، سما أترك هذا لأن هذا بعد حقق انتهت. الأي أقل من بي، نعم نعم حقق. أي أقل من بي؟ كلا. أي أقل من بي؟ نعم. إذا هنا صار عندي بيكسلين يحققون الشرط الأول. أخلي ببالي أنه هنا الشرط الأول وهنا الشرط الأول. بعد وين؟ الأي أقل من بي، نعم حقق. ما حقق، إذن هذا لازم الأول. استمر. الأي أقل؟ لا. الأي أقل؟ نعم. الأي دكتور أقل؟ آسف نعم. على المقاطعة، بس دا يدزون طلب، يقولون نعم يريدون بس دازين طلب، يريدون موافقة. تمام. خليت قدامي الشرط الأول، هذول اللي يحققون الشرط الأول. منو بقى عندي؟ بقى عندي بس ثلاثة أختبرهم يحققون الشرط الثاني لو لا. أرجع الشرط الثاني. الشرط الثاني شو يقول؟ يقول الأي أقل من سي و الأي أكبر أو يساوي بي. الأي أقل من سي، وأنا أشيك، أشيك فقط على هذا وهذا وهذا. حفظت المواقع مالتهم اللي هو هذا وهذا وهذا 23. الأي أقل من سي ثلاثة، أي نعم أقل، أحتاج أحقق الشرط الثاني. والأي أكبر من أو يساوي بي، أكبر من أي، نعم أكبر أو يساوي. إذن هذا حقق الشرط الثاني، هذا حقق الشرط الثاني. أرجع، أي أقل من سي، نعم أقل من سي. والأي أكبر من أو يساوي، نعم أكبر أو يساوي، اثنين اثنين أكبر أو يساوي. إذن هذا حقق الشرط الثاني، حقق الشرط الثاني. بقى لي بيكسل واحد فقط، هذا اللي هو هذا. أقل؟ نعم. أكبر أو يساوي؟ نعم. إذن حقق لي الشرط الثاني. خليت في بالي هسه كل الأمور، بقى فقط أشوف الآي دي شو تساوي. كل واحد ضمن شروطه اللي أستاذ، حقق. نعم. يعني احنا نختبر اللي قبل الشرط واللي بعد الشرط، هاي يعني قبل الآن بابا بالاند غير الاور، بالاند غير الاور. اول احنا نبدي تسلسل الشروط من فوق لجوا، تمام. ثم اللي بي اند نحقق الشرطين، اللي بي اور بس اول واحد، مجرد واحد يتحقق كفايه، مثل البرمجه كاننا تمام نشتغل صحيح. برمجه. اي بالاور، يعني اي واحد من عندهم يتحقق بالاور اي فهو. واحد اخ نعم اخذ الاول او الثاني انتهت. نعم نعم الاول او الثاني، نعم. نجي هسه الى الاول. الاول شو يساوي؟ الاي زائد 2 بي ناقص سي. الاي 100 زائد
20 120 ناقص 1 119. إذا هذا 119. بصفه ال A زائد 2 B ناقص C. ال A 12 زائد 240 ناقص 12، يعني 12 زائد 240 ناقص 12، راح ال 12 بقى 240. حقق ال 240. بعدين الثالث، الثالث على الشرط الثاني، على الشرط الثاني شو يقول؟ ال A زائد 3 B ناقص 2 C. ال A أول شيء هو يا موقعه ال A هذا، إذا ال A 3 زائد 3 B زائد 39 42 ناقص 6 ناقص 6 42 ناقص 6 لا قد يطلع ال 40 ناقص 6 34 36 36 دكتور عندك 3 زائد 9 مو 9 ليش؟ شو يقول هو؟ بالبي البي مالته اي زائد 3 بي اي اي على الشرط الثاني صح 3 زائد مو 9 3 في 3 تسعة دكتور عن المقاطعة بس 12 ناقص 26 12 ناقص 26 مو تمام؟ يعني 14 بالسالب. نكمل على البقية. هاي بس شغلة واحدة فقط انه بالنهاية اتأكد وين اكو سالب، لو ابقي نفسه لو اخلي صفر هذا حسب الحلين هو صح عندنا، وايضا اذا ظهر لي ريال لازم اسوي انتجر اوف فالحل. دكتور بس على هاي الملاحظه اللي قلتها هسه من عندنا سالب، يعني يعني سالب يعني لو هنا طالع لي 12.5 بالعمليات بالنهايه شو اسوي؟ وهنا طالع لي 300 مثلا اي شو اسوي؟ اولا اكمم وهنا اريد اريد تنتبهون التكميم على اساس السؤال قال لك 3 بيت قال لك 4 بيت قال لك 5 بيت ايش قد قايل 8 بيت التكميم على ايش قد على 255 على 8 بيت فاكمم هذا التكميم ماله شيء يصير 255 هذا يصير انتجر اوف يصير 12 هذا يصير اما 14 او صفر والحلين مقبوله الحلين مقبوله تكتبها صفر تكتبها 14 الحلين مقبوله وانتهى السؤال الاول ما اعتقد ياخذ وقت يعني دكتور بالنسبه لهذا ابو البوينت يعني ما نقرب ناخذ بس العدد اللي لا ما نقرب لا بدون تقريب لا ما نقرب 11.3 نعم لو كان 11.3 ايش قد يصير؟ 11 نعم 12.5 وش قد يصير 12 تاخذ الانتجر اوف دالة الانتجر يقولون ديد الزون طلب همينه وماكو موافقة هذا بالنسبة للسؤال الأول دكتور بس بالنسبة للبت إذا جبت لنا عدد بتات هاي تمثل أس للأساس اثنين ونبدي من الصفر نعم ما نحسبهن نعم يعني علي صوتك علي صوتك رجاء العفو دكتور انت قلت اذا تجي مثلا 3 بت 4 بت فمعناته هذا البت هو اس والاساس هو 2 يعني 2 اس 5 اجاوبك لو قايل 4 بت ال 4 بت ايش قد 16 هاي ما يصير اخلي 119 لازم ايش قد اخلي 15 لان عندنا ال ناقص 1 لن يبني من الصفر 255 لازم يصير ايش قد 15 هنا ايش قد يصير باقي على نفس المنهاج تمام انتهى السؤال الاول نروح للسؤال الثاني السؤال الثاني كان السؤال الثاني السؤال الثاني ال السؤال الثاني
في السؤال الثاني هنا اكو كان فكره بسيطه البعض قد يكون ما انتبه لها بس ان شاء الله ينتبه لها بالقادم، نقول الصوره هي 3 بت وفعلا هي 3 بت gray level image find the value of the output such that جد قيمة المخرج بحيث أن الأوتبوت يساوي 2 بيتا إذا كان الأنبوت أكبر يساوي 4 ويساوي 4 جاما إذا كان الأنبوت أقل من 4 بحيث أن البيتا هو اللوغاريثم ترانسفورم with رو والجاما هو الإكسباند إكسبونشنال ترانسفورم with ألفا يساوي. أول شيء راح نجي قلنا بما أن الأنبوت 3 في 3 فالأوتبوت أيضا 3 في 3 ما يهمني الشرط، أحقق الشرط وأشوف وين ينطبق على الأنبوت وين ينطبق على الأوتبوت. أوتبوت يساوي ايضا قلنا 3 في 3. هنا قدامي شرطين، هو لو راح يكون 2 بيتا لو يكون 4 جاما اذا كان يعني 1 او 2 اذا كان اكبر او يساوي 4 لو اقل من 4. منو اكبر او يساوي 4 منو اقل من 4؟ 2 لان اقل من 4. 2 1 2 1 1 1 2. اذا الاثنين هنا فقط لا حتى هذا واحد اكبر او يساوي. اذا وين هو اقل من 4؟ اقل من 4 في هذا وهذا وهذا هذا 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 فقط 6 و4 هو اكبر او يساوي 4 صار 1. اخلي في بالي انه هنا 1 هنا 1 وهنا 2 2. اقصد الشرط الثاني والشرط الاول 2 ايضا 2 و 2 و 2. زين وراها اريد اعرف 2 شي يساوي و1 شي يساوي واحلها. أخلي المعادلة أمامي هنا لوغاريثم ترانسفورم الأول لكن 2 في بيتا 2 في بيتا والبيتا هي لوغاريثم مع رو 0.25. أرجع إلى قانون اللوغاريثم ترانسفورم قانون اللوغاريثم ترانسفورم في آخر ملزمة أخذناها أعتقد أم 9 أم 8 8 تمام. لا لا ام 9 لا لوغاريثم ترانسفورم بعد ما انتهت من اللوجيكال والثريشولدينج اللوغاريثم ترانسفورم ياته قانون ماله شنو؟ ان الاوتبوت يساوي سي لن الواحد زائد ايرو ناقص واحد في الانبوت القيمه المدخله. اذا دا الاوتبوت ماذا سيكون؟ يعني هنا على 1 1 هذا وهذا راح اشتغله
هنا، فأقدر أقول بيكسل واحد واحد يساوي بيكسل واحد واحد. أولا هو قايل لي اثنين في، إذا اثنين في اثنين في قوس. زين اللوغاريتم هو سي، السي هي ثلاثة بت اللي هي عبارة عن شقد، ثمانية ناقص واحد سبعة، على لوغ الواحد زائد الماكس اللي هو ستة، فستة زائد واحد سبعة، لوغاريتم السبعة إذا هي عبارة عن سبعة على لوغاريتم السبعة. هذه قيمة السي. بس ممكن تعيدها أستاذ؟ نعم ممكن تعيدها بس على كيف النشط. تمام، قيمة سي تساوي، هو قايل قايل عبارة عن 2 للقوة 3 8 ناقص 1 7 على لوغاريتم الواحد زائد أعظم قيمة موجودة بالمصفوفة. إيش قد أعظم قيمة موجودة بالمصفوفة؟ 6. فإذا الواحد زائد 6 7، فإذا 7. إذا هي عبارة عن السي هي 7 على لوغ 7. طلعها بالحاسبة بالكالكوليتر مهما تكون، وعلى فرض على فرض أن السي كانت تساوي 2 بس للبساطة، هذا للتبسيط، هذا ليت، هذا مو إكزاكت، هذا على فرض. يعني إذا تريد تكتب الناتج هو مالته راح يطلع 8.284. ها أيضا أي. هنا لازم ننتبه، هواية من عندكم هنا مسوي له انتجار ومكممية، لا 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 لا، هذا يطلع هذا بعد عمليات أولية، إحنا بالنهاية يلا نكمم وناخذ انتجار. شو يطلع لكم الرقم؟ جيب خلي، واتفقنا أنه التقريب راح يكون لحد 3 مراتب عشرية. يعني ايش قد هو الرقم اللي موجود؟ خليه مثلا 2.123، 2.123، وشوف شنو ورا، قرب عليه. عندي قيمة السي، اجي الى بيكسل ال11 شو يساوي؟ 2 قلنا في 2 في على القانون. يعني دكتور ولا مقاطعة، السي يعني لازم نقربها، ناخذ انتجر مالتها، قربها الى 3 مراتب بعد الفاصلة. يعني ناخذ البوينت غير اي هي اذا طلعت في البوينت، اذا طلعت أيه. تبقى يعني مو تسوي انتجر. نعم معبالي انتجر تقول 2 في قيمه السي اللي احنا هنا اعتبرناها تساوي 2 في مقدار اللين 1 زائد، اذا هي 2 في 2 في 1 زائد ماذا؟ في لين، في لين الواحد، في لن الواحد زائد اي تو باور رو ناقص واحد، اي تو باور رو ايضا بالكالكوليتر عندنا اي تو باور رو، الرو مطيني 0.25 كله ناقص واحد، هذا عباره عن الاي تو باور مضروب في الانبوت، مضروب في الانبوت. ليش لازم نخلي هذا بين قوسين لتحقيق الاسبقيه؟ هذا خلي بين قوسين لتحقيق الاسبقيه ونضربه في قيمه البكسل. نعم ايش قد قيمه البكسل اللي 6 اعتقد 6 في 6، ونغلق اخر شيء مال اللوغاريتم 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5. المفروض ان الاكسبريشن او الماثماتيكال اكسبريشن بالتحويل، وهذا طبعا احنا نسويه بشكل اوريدي، ونقدر نسويه على شكل اجزاء
يعني ناخذ الاي تو باور 25 ناقص 1 نضربه في 6 بعدين نجمع وياه 1 بعدين كلنا اخذنا اللوغاريتم بعدين كلنا نضربه في 2 بعدين كلنا نضربه في 2 على الخارجيه مهما كان النتيجه. يعني دكتور اذا طلعت الناتج يعني بالاخير مطلع مال البي الاولى بس يعني ما اضربها باثنين انا شوف افضل بالاخير اضربت الناتج اضربت وتو في 2 افضل انه تسوي العمليات كلها الوسيطيه يعني من البدايه الاي تو باور اي تو باور البوينت 25 بعدين خلي له وياه ناقص 1 بعدين هذا تخليه على صفحه تمام اي بعدين بس اجي اعوض ارقام قصدك بس تجي بالضبط بالمعادله الاخيره لان يعني مره راح تعوض ب6 نعم. ومره راح تعوض ب4 نعم هي نفس المعادله نفس الصيغه بس انا لا اقصد على دكتور هاي الاثنين اللي انت يعني لو فرضنا اثنين. عفوا لو فرضنا انه هاي طلعت 3 نعم تمام راح تصير المعادله بالضبط 2 في 2 في لن ماذا هذا كله ينشال هذا كله ينشال اللي هو الواحد زائد فتشي هذا كله راح يصبح 3 وفقط ينضرب مره ب 6 ومره ينضرب ب 4 انا قصدي هاي الاثنين اللي انت بالبدايه ضاربها دكتور هو مو هاي الاثنين مال هذا هاي الاثنين مال هذا مو مال القانون مال هذا اثنين مال هذا اي ادري انا ايش سويت انا هسه قبل شويه كنت احل به كملت الناتج للاخير وبالاخير ضربته في 2 يصير هيك هم ياثر هذا رياضيات نعم هم ياثر تمام انا بس وقفت بالثانيه هاي الجاما الرياضيات الاسبقيه متحققه الضرب هنا سواء تجري داخل او خارج مو مشكله بس اذا كان عندك اقواس لا طبعا هنا تجرى العمليه داخل الاقواس حسب طبعا الاسبقيه نعم نفس الشيء نجي الى العنصر الثاني نجي فقط الى واحد من عناصر ذولا الاكسباند اكسبونشنال لانه هنا مكرر 1 2 3 4 5 6 ذولا كلهم 7 كلهم ايضا معادله واحده فقط يتغير عندنا الاوتبوت قام اروح الى الصيغه اللي انا حافظها اكسباند اكسبونشنال الاوتبوت يساوي سي والسي يعني عندي في 1 زائد الفا والالفا مطينيها 0.5 للقوه انبوت ناقص 1 ايضا هنا اعوض بيكسل مثلا البي دوت دوت بي دوت دوت شو يساوي؟ هنا قايلي سي طلعت عندي نفسها استخدمها تساوي 2 على فرض انه هي 2 طبعا في قوس الواحد زائد هنا 0.5 للقوة خلي الاوتبوت انا ما اعرفه هنا ممكن شو يكون اوتبوت اي واحد اوكي هذه ليس اوتبوت هذه اوت انبوت لاوتبوت الانبوت نعم الانبوت اوكي واعتقد الاثنين مضروبة فيه كله الاثنين مضروبة اي في كل القوس وكلها ناقص 1 اذا ناقص 1 هذا هسه شو اسوي؟ هذا كل مرة اغيره شكل مرة يكون عندي للبي دوت دوت شكل و للبقية بإبدال فقط قيم لتكون هنا اذا اريد اطلع البي دوت دوت اذا بي دوت دوت هو هذا موقعه اشوف بي دوت دوت 1 ولاحظوا هذا راح يطلع نفسه هذا وهذا وهذا مره واحده اسوي شوفوا الاختصار بالوقت هذا وهذا وهذا لانه كله 2 هذا كله 1 هذا كله 3
اذا احتاج يعني راح نسوي للصفر وللواحد وللاثنين لا للصفر ايضا عندنا للصفر عندنا للصفر دكتور. كمية القوة صفر تساوي واحد صفر واحد اثنين وثلاثة بالضبط هنا ينشال الانبوت يتخلى الواحد مرة وهنا ينشال ويتخلى اثنين مرة وهنا ينشال ويتخلى ثلاثة مرة هذا صار اثنين وهذا صار ثلاثة شو اسوي هسه القيم الناتجة اخذ لها تكميم اخذ لها سالبية موجب يعني ابسوليوت او صفر واخذ لها انتجر اوف وخليها في المصفوفة الناتجة في الاوتبوت وين ما هو خلالي اثنين او واحد هذا ما يخص السؤال الاخر السؤال البعد دكتور هسه المنسمة اللي تخص هذا الموضوع والملازم مع الكورس الثاني شنو النظري مالته اللي نقرأ؟ قصدك الشرح؟ اي ما اعتقد تكلمت عنه اني تكلمت عنه؟ شو تقولين انتي؟ لا هاي نروح لل نروح لل دكتور الملزمة السابعة مطولة مال شو اسمه مكتوب عيني السابعة عيني فائق نعم ما الحواس قال دكتور الملزمة ترى واني هواي تكلمت وياكم خصوصا انتم اللي حضرتوا وياي بالحضوري الملزمة السابعة والثامنة السابعة والثامنة تمام؟ ايه نرجع لكم عليها العفو اصلح الو السلام عليكم اهلا وسهلا يا مرحبا عيني تمام احنا وين كنا بالملزمه شباب بالنسبه الايج ديتكشن مو تمام الايج ديتكشن ساجا يدزون طلبات تمام اي دكتور هي هاي الملزمه الايج ديتكشن نعم عيني الايج ديتكشن اترك كل الشرح مالها انا قلت لكم اياه من البدايه ما مطلوب كله فقط الاوبريتور دكتور ملزمه داخليه موجوده ليها الاحتياجات بس المشغلات بس المشغلات روبرز وسوايب دي هنا وهي ترى اي وحده من عندهم سوبل و اللابلاسيان تريد هاي تريد ذيك اللخة قلت لكم أي وحدة من عندها هاي دكتور فهي ما مطولة لو تلخصها ترى بس قوانين ال أعتقد ستة بس قوانين ال المشغلات دكتور يعني إن شاء الله تركيزنا يكون على أسئلة الفصل الأول والثاني يعني الشيء اللي مشابه إلها ما أعرف بريوت إيج ديتكشن كيرش إيج ديتكشن روبنسون إيج ديتكشن مار إيج ديتكشن أذني هن واللوك إيج ديتكشن والكاني ذنيهم فقط أنه كيفية تطبيقها هذا كان على سؤالكم على الملازم نرجع إلى الأسئلة مال الفصل الثاني بس حتى قلت يعني شرح اي لا بالنسبة للملزمتين عيني مازن بالنسبة للملزمتين مال الفصل الثاني الشرح ما مطلوب وانا قلت لكم اياه اثناء المحاضرة بالحضور قلت لكم اياه الكتروني وكررت بداية المحاضرة الملزمة الأولى والثانية مال الفصل الأول تكلمت عنها أنا ما فهمت داخل
الشرح مالها؟ طبعا امتحان الفصل الاول على هذا الاساس، ماده الفصل نعم الاول نعم امتحناها. شلون امتحناها مازن؟ نعم تذكر؟ نعم نعم تمام نعم دكتور. تمام يعني. اذا راح نروح وين؟ الى الاسئله السؤال الثالث مال الفصل الثاني، والسؤال الثالث. السؤال الثالث كان من شطرين، لين جزء عملي وجزء نظري. الجزء النظري for the following digital image find FUV إذا كانت تعبر عن الكوساين ترانسفورم. قانون الكوساين ترانسفورم موجود عندنا، وهذه أكثرها صفارة وبيها قيم متكررة وحدات واثنين، فثلاث معادلات فقط أحتاج: معادلة من واحد، معادلة من اثنين، معادلة من صفر. يعني إذا حسبنا الصفر فصفر واحد اثنين ثلاث، بالضبط ثلاث أرقام فقط أحتاج إن دني أعوضها في كل المعادلات اللي موجودة، وإحنا تحويل الكوساين عندنا موجود. يعني بالفورير ما نستعملها دكتور؟ شنو يعني؟ الفورير، ما هو أنت كاتب الفورير والكوساين بالسؤال. Find such that represent cosine transform. وين فورير؟ مول هاي الاف لليو للفي، هي مو مال الفورير يعني؟ لا لا اليو والفي لا لا لا، هذه رمز عام. وعندنا احنا الكوساين مو رموزها تختلف دكتور. اي بس الكوساين احنا رموزها لازم تكون اما ان ان او كي كي. احنا اخر ملزمه، اخر ملزمه اخذناها اتفقنا على انه الرمز اف يو في هو رمز عام، ممكن يكون ساين، ممكن يكون كوساين، ممكن نعم. يكون فورير، ممكن يكون لابلاسيان، ممكن يكون ويفلت، اي ترانسفورم. هو معبر لك قايل لك هذا يمثل كوساين ترانسفورم، خلاص اشتغله كوساين ماشي. يعني اطبقها لازم تسع مرات مو دكتور؟ لا ليش تسعة؟ مو اطلع مصفوفه كامله؟ هي ما اطلع مصفوفه نعم تسعة. كامله نعم تسعة، نعم تسعة. اذا كان شنو؟ اذا كان هنا فقط اكو تكرار الواحد والصفر والاثنين، مو هسه تكلمت لك، فقط تغير ذني الارقام يرجع لك واحد جديد، او تجي تحل على هذا اللي هو اقرا الصوره و مثلا على هذا العملي دكتور. العملي ولو اني ممكن بساتك بالاسئله جايك اي. يلا تمام تمام. اغلبنا قايل جري زائد 2 باينري زائد 30 مثلا، تمام. هنا بس اريد من عندك الالغوريثم الخوارزميه. اغلبكم راح الى الماتلاب كتب اكو هاي مال صب بلوت، كتب مال الثريشولدينج. لا عيني اني رايد انه طبعا هنا بالكونفرتينج وريدينج والباينري موجوده هي هنا اعتقد بنفس الملزمه. دكتور احنا البدايه ما اخذنا الماتلاب، ف يعني يا ريت لو بس موجود هو هنا بالملزمه. أنا التزمت باللي موجود في المنزل، وهو كان ترك يعني كان اوبشنال لأنه عملي، فأنت تقدر تترك تقدر تحل اعتيادي. وأيضا ما دام تكلمنا عن المسائي فلا بأس أن نروح على عجالة حتى الوقت لا ياخذنا إلى الأسئلة مال المسائي مال الفصل الثاني. يعني وين حتى لأنه واي فولدرات مفتوحة لحظة واحدة. السؤال الأول ايضا نمر عليها لانه حتى الصباحي مثل ما المسائي شافوا اسئله الصباحي، الصباحي ايضا شوفون اسئله المسائي. لاحظوا يشبه السؤال مالتكم اي بي سي، لكن ثيتا 1 لو ثيتا 2 لو هذا. اذا كان هذا يمثل اللوغاريثم ترانسفورم، هذا يمثل الاكسبونشنال ترانسفورم لهذا الاي،
وايضا with هذا with هذا يشبه السؤال الثاني مالتكم بس combine من عنده. هما احقق الشروط، واحد عنده طلب تمام، واحقق الشروط صار عندي صورتين مفتوحة، خلي أغلق واحدة من عندهن حتى نرجع. نعم هذا بالنسبة للسؤال الأول على عجالة، عندنا الـ A عندنا الـ B عندنا الـ C. أجي أشوف الـ A أكبر من الـ C أو الـ A أقل من ما سؤال شوية، فأروح لو ثيتا 1 لو ثيتا 2 لو البقية. ممكن ثيتا 1 يمثل اللوغاريثم وثيتا 2 الإكسباند، وبنفس القيم بنفس القيم أيضا، وقبل شوي احنا حلينا. راح اروح الى السؤال اللي بعده ايضا. سؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده عندك هنا ايضا 3 بت، تنتبه انه هي 3 بت يعني لحد 7، وهو الفا 1 على الفا 2 زائد 1 التاو. التاو قيمة واحدة، التاو قيمة يعني لو تطلع هنا لو هنا لو هنا قيمة واحدة فقط مو مصفوفة لين فيتشر. وفايند للي أهل الصباح يعني جزء أول مرة يشوفون السؤال، راح أعيده شوية على كيفي. إذا كان لديك الصورة التالية وهي 3 بت، الصورة 3 في 3 وهي 3 بت، جد قيمة التاو حيث أن التاو يساوي الفا 1 على الفا 2 زائد 1 اذا كان الانبوت يساوي 0، الفا 3 زائد 2 اذا كان الانبوت يساوي 2، الفا 1 زائد 2 الفا 3 اذا كان الانبوت يساوي 3 او 4. ما راح احلل وين هي 0، هنا وهنا وهنا. اذا هذه وهذه وهذه فقط معادله واحده اللي هي الفا 1 على الفا 2 زائد 1 و 2 هنا و 3 و 4 هنا، طبعا 2 هنا هاي الاخ 3 و 4. فاذا هنا الالفا 1 هو الكوساين بس مال من؟ مال فقط 1 1، احل فقط الكوساين لل 1 1 والساين فقط لل 1 1 والفورير فقط لل 1 1 وال 1 1 هو صفر في هاي الكميه وواحد في الكمية وصفر في الكمية. أجي أحل لحظة بس لحظات حرجع أسوي شيرينج بس أضطر أغلق حتى الفايلات المفتوحة لأنه تسوي مرات ما ينعرض عند الكل خصوصا هي 3 بت بالانبوت والاوتبوت نفس الشيء هم لازم تكون 3 بت. اي طبعا يعني 7 اقصى حد اقصى رقم لازم يكون 7 طبعا 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 0 وصفر طبعا. الا اذا هو قال لك ملاحظه جيده، الا اذا هو قال لك انه الاوتبوت راح يكون مثلا 4 بت 8 بت 5 بت، الا اذا هيك قال لك تنتبه على اوتبوت يعني تكمم على ضوء الاوتبوت. بس من النادر ما يصير استاذ عدي الوورد يسوي نوت ريسبونس، من النادر ما يصير تغيير بين الانبوت والاوتبوت بالبتات، فقط بالكومبريشن مرات يلجوني هو لهذا النوع. هو نتعامل ويا حاله حال الايت بت يعني اي شيء يطلع فوق السماعه نحطه سمع. انت اهم شيء وهاي ملاحظه لك وللبقية أيضا إخواني، أهم شيء تقرأ السؤال كله، لا تترك أي ملاحظة. لاحظ بأنه أنت ملاحظة صغيرة نبهتك عليها مال 3 بت، هذا مو معناه أنه هي كل الملاحظات الموجودة بالسؤال. أنت ماكو ملاحظة تنذكر إذا مو إلها وظيفة أو إلها غاية، إلا إذا يقول لك when you need أينما تحتاجها جزء ما تحتاجها. تمام أرجع وياكم بس إلى السؤال هذا الخاص بالمسائي شباب حتى نحاول نحله سويا. الآن ظهر عندكم الديسكتوب؟ أي نعم. تمام
هنا ايضا نهيئ فد ورقة حتى نحل بيها. السؤال الخاص بالمسائكان قد يبدو شوي أصعب من الصباحي، بس هو أسهل لأنه ينحسب التحويل لمرة واحدة فقط، مو لثلاث مرات، مو لتسع مرات، لمرة واحدة فقط. هذا الحل لهذا السؤال اللي هو كان السؤال الثالث الثاني أعتقد، بس الوقت ما يكفي ثاني. لا الوقت إذا تحلوه بالطريقة اللي أنا أسويكم بها ترى كافي وزايد. تنتبه بأنه أكو تساوي بالأرقام، تنتبه بأنه الأرقام شو تكممها، تنتبه للتقريب، تستخدم الكالكوليتر. لا أكو وقت عندك هنا. أول شيء لازم تحسب الألفا 1 والألفا 2 والألفا 3. يقول لك الكوساين ترانسفورم، الساين ترانسفورم والفورير ترانسفورم. هنبدأ بالفورير علما لواحد واحد. لاحظ البساطة في السؤال بالفورير مال واحد واحد. القانون العام تذكروه اللي هو شوية الحاسبة تكون بطيئة. أوكي، واحد على واحد على أم في أن تسعة صح، في دبل سميشن سميشن آخر هنا الآي من صفر إلى اثنين، أو الأكس عفوا، أكس من صفر إلى اثنين، والواي من صفر إلى اثنين، وهنا اف اكس واي مضروب في اي تو باور اي تو باور ناقص جاي اثنين باي مو اي ناقص اثنين باي. نسيت الجي دكتور. جي نعم مضروب في قوس، وهنا يو بالاكس على ثلاثة زائدا في في الواي على ثلاثة. اغلبكم راح وحل وكمل ووصل الى نتيجة، غيركم رأسا حلها بخطوتين، وهي فكر وياي اني اريد ال 1 1 صح، يعني اريد الفورير لل 1 1 فورير ب 1 1 1 على 9. هاي 1 على 9 عندنا مشكله بيه. مضروب فيه اذا هذا يروح الى صفر صفر، تمام راح اشتغل على المصفوفه، يعني ثلاثه ثلاثه مضروب في اي للقوه صفر صح، واي للقوه صفر شو تساوي؟ واحد زائد العنصر اللي بعده واحد واحد مضروب في اي للقوه، هنا راح يبدي يشتغل. طبعا هاي في واي اسف وليس في اكس، في واي يعني يو اكس في واي. هنا عندك الفي في الواي، الواي اصبحت واحد، الاكس ما زالت صفر صح، بس الواي اصبحت واحد. زين من صارت الواي واحد صار عندي، صار عندي هنا واحد على ثلاثة دخل، صارت جاي نويز، صارت في نويز رأسا، هذا راح يلغي. تذكرون من قلنا النويز يلغي بالفورير زائد
هنا اخلي صفر في اي كمية صفر زائد. انتبهتوا وين دا يصير التبسيط بالعمليات الحسابية وياي؟ خليت اول ثلاث ارقام اني بعدني انتهيت 3 1 0 2 0 2 صح؟ 2 0 2 2 هسه رجعت 2 صارت هالمره الاكس 0 اي اوكي لكن العفو الواي 0 اوكي لكن الاكس اشتغلت صارت 1 الاكس 1 صار سوت لي نويز اذا في نويز يعني عادي نشتغل هيك دكتور نكتب اي اي نعم 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 لانه هذا بالنهايه راح يطلع صفر هذا راح تفترضه نقلبل وهذا بدي اقوله تتبسط هذا صفر في اي كميه صفر هذا اثنين في نويز هذا نويز زائد نقاط كله نويز ترى زائد الى اخر وحده اللي هو أربعة مضروب في ايضا نويز لانه راح ياخذ واحد واحد المره سد القوس من هذا ايش ناخذ احنا اخواني ناخذ فقط الثلاثة ثلاثة على تسعة هي واحد على ثلاثة اذا ناتج ال F11 طلع رأسا واحد على ثلاثة هذا اللي ردت اقول لكم واني اشرت لكم الى اكثر من مرة انه ممكن تستخدمون الاختصارات اذا كان الحل صحيح هذا مباشرة واحد على ثلاثة بخطوتين حليت الفوريا فجوابي على ايضا زميلكم اللي قال لي انه السؤال القبله كان مطول ابدا مو مطول لان انا بالنهايه فقط راح اخذ منه يعني هسه لو دا احل الفورير على كل العناصر تذكرون الدوت دوت الدوت دوت هو مجموع القيم على عددها الدوت دوت شنو هو؟ الدوت دوت 3 زائد 1 زائد 0 زائد 2 زائد 0 زائد 2 زائد 0 زائد 0 زائد 4 على 9 هذا نعم لكن الدوت 1 الدوت 1 من ياخذ؟ ياخذ فقط الواحد مضروب فيه الباقي كله نويز الصفر فيه ما يطلع اصلا اثنين فيه فقط والباقي وهكذا الى واي للقوه 0 هي 1 فراح يطلع الواحد على 9 2 على 9 2 على 9 4 على 9 0 0 0 0 هذه هي الطريقه المختصره بالفوريير اللي انا شرحت لكم الى اكثر من مره بالحضوري خصوصا لما حضروا الطلاب وياي بالمحاضرات الاخيره واضح؟ حليت الفوريير اللي هو شنو هو بالسؤال مالي؟ هو الفا 3 نفس الشيء احل الساين طلع الفا 2 نفس الشيء احل الكوساين طلع الالفا 1 هسه شو اسوي؟ راح اجي مره اكتب ال1 على ال2 زائد 1 مره ال3 زائد 2 مره ال1 زائد 2 3 واذا كان صفر اعوضه واكمم على 3 وإذا كان اثنين أعوضه وأكمم على وإذا كان ثلاثة أربعة أكمم وانتهى السؤال. أستاذ والواحد دكتور هو هنا أنا السؤال إذا طلع أكثر من سبعة نحطه سبعة؟ إي طبعا أستاذ طبعا صار قيمة الواحد هنا ما عارضها بالإف إذا مو موجودة صفر elsewhere ما موجودة تكون صفر ما خال لك يا استاذ الحل يطلع مصفوفة الحل يطلع مصفوفة تاو اذا كان اثنين اذا كان اربعة اذا كان ثلاثة اربعة اذا كان واحد تمام نروح الى السؤال الاخر السؤال اللي بعده والسؤال الثالث يمكن كان مال بريود مال مسائي ايضا بريود ايه هذا السؤال الثاني السؤال الثالث مال الادج اي نعم use بريود operator to find edge detection نجي نطبقه البريود موجود عندنا مصفوفة البريود الاوبريتر ما ننسى
طبق هنا اول واحد هنا، لانه اعتقد البريو 3 في 3 مو ذكروني الجراديت الروبرت في 2 ف 3 في 3 فراح يشتغل هنا ويشتغل هنا وللاخير يتكرر نفسه وللجوه يتكرر نفسه، يعني ماكو غير هذا يترك وهذا يترك يصير مكرر الى نفسه، والاذن العناصر 110 25 20 1 3 56 يعني السطر السطر القبل الصف الاخير هو نفس الصف ما قبل الاخير. ايه وهذا هو نص موجود بالماتلاب نفسه موجود عندكم السؤال القبل. هذا كل اللي عندي، اسمع من عندكم اذا عندكم اي شيء. اي ملاحظه بالنسبه للعملي؟ بالنسبه للعملي نعم بابا زهراء. العملي يعني حيجيبني يعني سؤالات عملي بالفيجوال او الماتلاب؟ بالفيجوال او الماتلاب اوكي، لان العملي هو الجوريثم فتحليه بالفيجوال او تحليه بالماتلاب اوكي. اما اذا هو اشترط قال بالماتلاب نعم فقط بالكونفيرت نحل. انا مرات ابسطه من يجي بالماتلاب على مود شنو، لانه مثلا تحويل الى الجري خطوه واحده بالماتلاب، بينما بالفيجوال مجموعه خطوات. فاذا ما قال لكم ضمنيا لغه تقدرون تحلون بخوارزميه ماتلاب او فيجوال، واذا محددكم بلغه افضل انه تتحددون باللغه اللي موجوده. الاخوه الباقيين نعم اكو اي برنامج؟ نعم يعني بالفصل الاول عندنا شوردات، راح تجيب لنا نكتب برنامج لو نصحح البرنامج؟ يعني هاي ما اقدر اجاوب على السؤال بنتي صبا، انا اقدر اجاوب على الاتي يعني، وانت عليك انه تشوفي. بالنسبه للعملي بابا اتفقنا يعني العملي هو انه اختبر كيفيه اداره برنامج، لكن بالجزء النظري بعد شو اسوي؟ ما عندي غيره. فصحح كود، اكتب كود، شو نقول، نفذ كود، اعطيني اوتبوت كود، هذا اوكي يعني كل الامور مفتوحه. نعم اخوان. استاذ بس بالنسبه للنظر في الملزمه الاولى، نعم. استاذ يعني نحفظها بالانجليزي ما يصير نحفظ بالعربي؟ بنتي زينة يعني نجاوب بالعربي؟ بنتي زينة نعم لكذا سنه ابد لا يكتب اي حرف باللغه العربيه داخل ديجيتال ايمج بروسيسنج، لانها ماده مقرره من الوزاره باللغه الانجليزيه. زين استاذ ما يصير شويه تقلصنا من الملزمه حيل طويله الاولى؟ الله يا بابا احنا مو شلون امتحنا الفصل الاول بيها لعد استاذ مازري يعني تبغى تبوكيت عشان استاذ يختلف الالكتروني يختلف عن دبرت كان الامتحان الالكتروني ما كان حضوري وهذه طبعا هذه يعني شوفوا كل سنه انا ما اشوف صعوبه بيها ويا الطلاب. ليش؟ لان يحفظوها اول باول وياي طول السنه كان المفروض وياي، احنا ما كنا نعرف هو هم حقهم يعني انا وياكم بنتي وايضا للاخوان الباقيين ولدي وبناتي. ما كنا ندري انه الامتحانات حضوريه لو الكترونيه، يمكن لو صاير الكتروني كان ولا شلت هم للشرح، مو تمام؟ اي نعم شكرا لك استاذ. يلا علينا بس نعم مرتضى نعم بابا السؤال الثاني اللي حليته الايتو تطلع بالساين، الساين هو نفس قانون الكوساين بس نغير ساين لو اكو قانون خاص به؟ لا اكو قانون، اكو قانون ساين ساين ترانسفورم وذاك كوساين ترانسفورم طيبكم اياه اصلا ملزمة الساين، يمكن بس المطلوب من عندها بس القانون مو تمام؟ القانون قانون ما ساين هذا تحت الجذر اثنين على اي 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 ابو ابو الكي 1 ابو الكي 1 والكي 2 مازن هذا من يروح الى ما اعرف واضح يروح الى كي 1 لو واحد على جذر 2 واحد على جذر 2 ينضرب لو يطلع واحد على 2 لو يطلع واحد على جذر 2 لو يطلع واحد على 2 جذر 2. نعم بابا هاجر استاذ ملزمة 11 القانون مع التسليم راح تطلع عندنا ملزمة عندنا ملزمة 11 بنتي هاجر
استاذ بل هاي مات القوانين مع اللوغاريتم ترانسفورم واكسبونشن ها ها هذه أكو تسعة اكو قيمة السي قيمة تسعة تسعة شو هي؟ استاذ قيمة السي مرة تطلع بيها بوينت فد رقم هذا الرقم نقربه لو نستخدمه مثل ما يطلع قربوه ماشي للسرعة وعلى مود لا تاخذ وقت عندكم قربوه يعني ما تطلع بوينت وانا اقرب اصلا نعم استاذ والمنزمة الثانية نعم بابا زهراء المنزمة الثانية المنزمة الثانية من نريد نسبة بيكسل عندنا ثلاث قوانين انت القانون انت تحدده لو حسب البيكسل انه يكون بالدي 4 بالدي 8 يا من نريد شنو من نريد نسبة شنو من نريد نسبة بيكسل يعني مثلا نسبة انه هذا الرقم 2 مثلا واحنا عندنا اربع ثلاث قوانين الدي اي والدي 4 والدي 8 اي ايش انت راح تحدد لنا القانون ها فهمتك بالاجنسي اي اذا قال لك فايند ذا اجنسي وسكت ها هو ده يبسطها انت بس تقولين هو اجنسي او لا بس اذا قال لك فايند ذا كايند اوف اجنسي نوع الاجنسي هنا قيدك لازم تقولي له هذه اجنسي ام الفور هاي اجنسي ام الايت هاي اجنسي ام الدي طبعا ماكو دي بالمناسبه بالاجنسي اكو 4 واكو 8 واكو ميكست فاذا قال لك فايند ذا اجنسي فقط تقولي له هذا اجنسي نو اجنسي اجنسي نو اجنسي اذا قال لك فايند ذا كايند اوف اجنسي لا فالحاله تقولي له هو 4 لو ميكست لو 8 ولاحظي انه بعض الاحيان هو ميكست و 4 بعض الاحيان هو ميكس تو 8 صح؟ يعني مو هنا الإشكال استاذ الإشكال إنه يا قانون أطبق حسب يعني يعني بس كلامي وياك على أجنسي لو على غيرها استاذ هو علي إحنا مو بدنا مثل القوانين إيه إحنا القوانين إيه مو بنتي كل واحد حسب نوعه يعني حسب النوع إذا كان دي 4 أخ أثبت اسمه قانون دي 4 تمام تمام اذا على دي 4 دي 4 واذا على الميكست ميكست واذا على 8 8 نعم استاذ وازعاجهم هو الميكست السؤال الاخير اذكركم نعم استاذ بثبات المسافه بين النقطه بين البكسل الرئيسي والنقطه اثبات المسافه جذر 2 او 1 تحدد لنا قانون المسافه ولا بس لحظه البار من كان دي يسال نعم استاذ انا صادق بإثبات المسافة بين البكسل الرئيسي وأي نقطة تحدد لنا قانون المسافة لو إحنا نختار إذا ما حددت فأنت تكتب أي قانون وأعتقد الإكليديان هو الأعم وكيفك بس إذا حددت لأ أكو إكليديان وأكو سيتي بلوك وأكو جيزبا نعم سيد بس بالنسبة لمعاملات المسافة يعني القانون ماته راح يجي تحدد لنا غير بالسؤال مثلاً البي والكيو القانون مالش بيه أنت تحدينا غير ياهو نطبق عليه بالسؤال حسب السؤال سألني هسه مرتضى عيني أنت تكتب أي قانون إذا كان ما محدد أما إذا هو قيدك لا طبعاً تمام شكراً دكتور دكتور نعم عندي طلب ما أعرف يصير أو لا تقدر تدزل الحلول مع الأساتذة الفصل الأول إذا تحس بي ما يصير لا تطلبه ما أعرف يجوز يصير حلول أسئلة الفصل الأول والثاني تقدر يعني تدزلناها حلول أسئلة الامتحان الأول أي إحنا حلينا الامتحان الأول أمين إذا تشتوا ويانا إحنا اليوم حلينا فقط الفصل الثاني بس للمسائي وللصباحي هو أنا يعني شو قصدي دكتور قصدي تدزلنا مع الفصل الأول والفصل الثاني حتى يعني هم نستطلع عليهم ونفتهم اكثر والله باوع هو اولا اللي سويته انا هسه مخزنته يمكن كله اخر شيء كان اكو مشكله بالوورد اثنين يعني ما لا اقعد احل لك اياها هسه تعرف يعني مواني جت ببالي دكتور شفت ملف مال انسر مالتني يعني اي تعجز عندك باوع راح اراويك اياها يا ريت لو عندي كان ما اتعاجز وياك بي شوفه هاي شيرينج والله يا ريت راح اراويك اياه عيني هذا مثل اللي سويته قبل شويه
مو نروح للوورد هنا. فلو اكتب ملاحظات لو شنو بالاكسل احل، انا احل بالاكسل على مود اسرع وادق. واضح انت هذا اكزام 2 دي، هذا قصدك؟ هذا لو هذا والاول الاول انا هذا هذا اجوبتكم فورث انسر هذا اجوبتكم. وهذا اذا شفت كلمه سوليوشن هذا اي هو هذا والاول اي هذا مال الاكسل، هذا خدمك مال الاكسل يعني بمعادلات انا محولها بالاكسل على مود احل بيها. انا اباني مخلي اجوبه نموذجيه يعني اي لا هي اكيد الاجوبه اكيده، بس يعني قصدي ما يخدمك باعه يعني خال المصفوفات امامي هاي المية اللي حليناها قبل شوية، وهذه اللي هي التحويل مال اللوغاريتم، وهذه اعتقد التحويل الاخر اللي هو الاكسباند، وبعدين شلون نحول الانتجر اخر شيء ماله، وهذه على مود السي، هذا هاي قيمة السي. دكتور العفو سؤال اذا ممكن. نعم تفضل دكتور، بس بالملزمة مال الكوساين والساين اكو وراها قوانين. نعم. بس ما نعطي عليها امثله، هذني داخلات لو لا؟ ممكن اني علي شرحت لكم اياها وذكرتكم بها، ساني ايش قلت لكم بوقتها تذكرون؟ عن ال قصدك الترانسفورميشن مو تمام؟ اي دكتور، هي القوانين بشكل عام هواي قوانين بس ما مطبقين عليها امثله ولا جاء عليها اسئله، هذني يعني مطالبين بها وبس نطلع عليها. بوقت ايش قلنا عليها؟ انا صراحه ما اتذكر يعني اي واحد من الجماعه يقول لنا ايش قلنا عليها بوقتها. انا اتذكر هي يعني للتذكير معلومات. بالنسبه انت قصدك ملزمه 8 يمكن كانت 8 اعتقد 8 انا اتذكر كل زين، واذا تسمحوا لي انه انا بعدني وياكم بالمشاركه بالعرض بركز لكم هنا على اللي دا يدور بالملزمة 8. دكتور هي الثالثة الملزمة chapter 4 مكتوب عليها اسمها. أنا بس لو يمي ترقيم بالتوتال ماث. المهم إحنا متفقين على عنوان الملزمة أو عنوان الدرس. أعتقد هي 8 يعني فتحتها قبل شوية. أنا أذكرها أم 4 دكتور اسمها مو 8. الصورة اللي فوق الأم 5. خاف افتهمتك على غير ملزمة. أنت مو قصدكم اليو والفي؟ هاي لما تضرب باليو والفي وناقص واحد ناقص واحد وبواحد، مو هاي لو غيرها؟ هي دكتور هي مال تحويلات مال كوساين. أي هاي 8. بس بدأت تفتح. على كل طب شو افتحت عن عموما ما ادري شنو اللي صار. زين دكتور، الملزمة الاولى بها مخططات داخله؟ الملزمة الاولى شنو مخططات؟ يعني دكتور هيك المربعات وأسهم مخططات يعني بالأخير صايرة الخطوات يعني مال مثلا خطوات الفلتر ما أدري خطوات ال غير وين فتحان هي كانت بس خلي أجاوب على هاي عفوا بنتي وأرجع لك. غير تفتح هاي الملزمة على كل يمكن not response date. دكتور هي مال ساين نفسها دي اس تي؟ جاوب على الاول هسه. ارجع الملزمة الاولى بلكي تفتح.
ماذا دكتور رسة الحاسبة؟ اي المشكلة هي طبعا انا لانه فاتح يعني مسوي تغيير بالحسابات، فاتح من حسابين مختلفة، فطبعا الانتي فايروس اذا يشيك عليه مشكلة. هذا دا يفهم اكو على كل اي السهاية هذه مال image transform تمام. هذه اذكركم هاي حكيت لكم عن المطلوب بيها، قلت لكم هذين كلهم لا 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 هيك كمنت هيك اقول لكم تذكرون، قلت لكم هذا هذا المثال ابو اليو والاي اي اي مطلوب بالضبط، وشرحت لكم اياه بالتفاصيل وشون ممكن يكون، ورجعنا راسا الى دكتور غير مثال هذا تقدر شنو هو ما له غير مثال هذا هذا الحمد لله شلون يعني بالترانسبوز ماكو صاير خربطه انه ما نعرف الترانسبوز يعني هو هذا مال المعكوس المصفوفه من التاكس الصف يصير عمود كل الواحدات كلها ماكو بالمصفوفه لين ما نعرف ليه يطبق القانون شلون هاي فماكو غير مثال له بس انا شرحت لكم اياه غير خلي لك مثال انت خلي لك ارقام من توصل للترانسبوز راح ما يساوي هنا الترانسبوز جا صدفه اي دكتور هذا هذا الساين ترانسبوز هذا الساين مو هذا ايه. هو ايه. نفس الدي اس مو هذا المطلوب لا لا عيني لا لا الساين بالله بالله اكو واحد ثاني ابو 2D 2D ساين خلي بس اذكركم ملزمه واحده اعطيتكم اياها تذكرون يعني مو هذا الداخل لحظة دكتور على بالي هو نفسه بالدي اس تي اذا هذا بقي هذا ابو الابصاي نفسه هو ما اريد اخربطكم يلا ما اريد اخربطكم اذا على هذا بقوا على هذا اكو واحد ثاني ترطيتكم يا 2 دي ساين يشبه الكوساين على كل يلا اوكي حلوا على هذا على هذا غير انتم متفقين يعني على ابو الدي اس تي دي سي تي عفوا اي دي سي تي دي اس تي بس طلع وين؟ اي ابو الابصاي ابو الابصاي اتذكره اي هو اي حلو على هذا اوكي حلو على ولو هذا وين؟ لان هي الان الان هي عدد الاعمده مو عدد هنا طبعا هو لانه 1 دي فهو يشتغل على شو اسمه عدد اعمده وعدد صفوف هذه الملزمة الثانية اللي سألتني عليها بنتي أعتقد إسراء مو كانت؟ نعم أستاذ الملزمة الأولى هي هاي الملزمة الأولى بس شوية شو قلتي بيها مخططات؟ أي دكتور أوكي وين تقصدين؟ يا مخططات يا مخططات بالنهاية هنا؟ لا لا بعد لو ورا هاي هاي؟ اي نعم ايه هذا هو نفسه ترى نفس المخطط نفسه اللي هو شنو؟ لاحظوا ينتقل منا من البداية مرة الانهايسمنت مرة الريستوريشن مرة البروجرام مرة سيجمنتيشن مرة الاوبجكت ريكوجنيشن وهكذا نفسه ترى زين دكتور هو مكرر بكل سبايز الرسومات يعني ما معقول ان نرسمهن لو لا 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 عيني لا 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 لا, لا. هذا هو شنو هذا يحكي لكم عن الايمج بروسيسنج رحت كبير بالبدايه وما ادري شات حضوري الكتروني ما اتذكر المهم شلون تكون معالجه الصور مين يبدي وين ينتهي كل واحدة من عندهن شنية problem domain مشكلة ممكن تكون acquisition ممكن يكون enhancement ممكن يكون restoration ممكن يكون و segmentation إلى أنه image compression والcolor image processing دكتور أنا استاذ ما مطلوب المخطط ترى نفسه هو كل المخطط واحد فقط طبعا هذا هو نفس هذا
بس شنو اشر لك على سيجمنتيشن؟ مثال للسيجمنتيشن هذا وين اشر لك؟ على المورفيك فلور. هذا وين اشر لك؟ على الريستوريشن. نفسه نفسه عين نفس الرسم. يعني للطلعة هذا استاذ ما سمعتك. قلت للطلعة؟ قلت للطلعة ما سمعتك. الى الطلعة هذا مو اقول ما سمعتك. زين ما سمعت الفكره. بعد شنو؟ طيب اتمنى لكم الموفقيه. نعم بابا. استاذ بس الفلاتر يعني اكو هاي باس واكو لو باس وبس قوانين ماكو امثله. ها تقصدين مال ملزمه الرابعه مال فورير تمام؟ اي شوفي مريم بابا والكلام للاخرين ايضا اللو باس هو نفس الهاي باس بس مقلوب. المثال اللي يطبق على اللو باس يطبق على الهاي باس. يعني مثلا على ما اتذكر انه بالبتر ويرث يقول لك واحد على واحد على اي تو باور ماينس. مره يقول لك دي نوت على دي يو في، مره يقول لك دي يو في على دي نوت. انا اذا حليت المثال على دي نوت على دي يو في اقدر اقل بيصير دي يو في على دي نوت. ما حسنا ما عندنا مثال علي، عندنا بس واحد بالحضور ويعني مخربط يعني ما مفهوم هالقد. دكتور ما خليت يعني اي ترك ما هذا هذا بلكت بس هذا الموضوع ما للترى. احنا ما عندنا مازن يعني هسه احنا من بدايه المحاضره لحد الان ما تكلمنا لا في موضوع ترك ولا في موضوع مو ترك، لانه الوضع الطلاب كلهم قارين وانتهت والموضوع منتهي يعني في الساعات الاخيره. انا اذا اتكلم زهراء كلامي قبل ما يتداخل ابني مازن. زهراء بابا المثال مال الفلتره بالفريكونسي دومين انا اتذكره كان كل زين وحليت لكم اياه اعتقد حضوري كانت. اي حضور كان. انت تبدين حسب القانون، حسب القانون يعني ترحين الى القانون مال الاي تو باور مال بريويت مال بيتر ويرث مال جاوزيان مال ترى كلهم يشتغلن فقط على الدي اللي هو قانون مسافة إقليدية. أو وأني أتذكر أنه قلت لكم اللي تقلتي عليه خربطة أو لا أنه إذا بدلت الإقليديان بالسيتي بلوك أو بتشيز بيرد انتبهوا، وإلا الحل نفس الحل. يعني أول خطوة أروح وأحسب المسافة أطلع الدي يو في أطلع الاتش يو في بناء على الكونديشن الشارط، بعدين من طلعت عندي الاتش يو في أروح أطبق الفلتر اللي معني. وكان اسهلهن هذا اللي ابو صفر واحد على يمشي بالنص لو لا اللي هو نوتش فلتر يمكن فلتر الملاحظه والبقيه. يعني بس هذا اللي عليه مثال وقته بالحضور. اي يعني هو بنتي هو نفس الامثله. اهلا دكتور. هلا وهلا عيني شلونك؟ الله يسلمك ويا عم. يعني جاوبت على التليفون. ما اريد اخذ من وقتكم هوايه. اذا ما عندكم اي شيء انتوا وراكم امتحان. وراك سؤال. نعم فاطمه. نعم بابا ما دا اسمع صوت ناصر. بخصوص الماتلاب اذا تقدر تحل السؤال دكتور. ما عرفنا حله يعني اكثر يعرفوه. موجود عندكم بالملزمه موجود. دكتور موجود بس اذا اشوف يعني وين الاسئله مو موجود يعني حلوه هي. هو الحل موجود بالملزمة بنتي. صار ما في خطا. يعني دكتور يجي نصا لو تغير فيه. ساشوفوا بدينا دخلنا بغير تفاصيل. رح ارجع امين عافية. رح ارجع الى سؤال بنتي فاطمة. بابا فاطمة السؤال كان بالماتلاب. سؤال موجود نصا وموجودا باجابة بالملزمة. فقط ضفت لكم شيء حتى اشوف الالغوريثم. تبدي تحلي كخوارزمية. كخوارزمية. ماشي؟ شو تفكرين بالخوارزمية؟ شو تفكرين بالحال؟ سويها لوب، سويها دوار، سويها مباشر، سويها إعاز، كيفك؟ تمام؟ تمام. تمام. طيب، أتمنى لكم الموفقية وإن شاء الله النجاح والتفوق. نعم بابا سرعة. أستاذ؟ نعم بابا. أستاذ عندي بس طلب صغير. نعم تفضلي. استاذ يعني احنا مرحله رابعه وخلصت بعدنا عطله العيد. نعم فيعني ماكو عيديه.
هي عايدتكم ها انا فاتتني بابا. ايامكم سعيده وكل عام وانتم بخير وان شاء الله الموفقيه. ها خلص عايدتكم. لا استاذ عيد عيديه عيديه اهلا شدوا حيلكم. العالم يعطون العيديه فلوس للدكاتره عيديه درجات. مازن شدوا حيلكم شدوا حيلكم وان شاء الله يعني ان شاء الله تتفوقون ان شاء الله ان شاء الله. تسلم دكتور الله يبارك فيك. استاذ الماده الاسئله تبشر بخير ان شاء الله. الماده والاسئله وانتم ان شاء الله تبشرون بخير. اهم شيء انتم اللي تبشرون بخير ان شاء الله. مع السلامه. الله يعافيك. الله مع السلامه. بالموفقيه مع السلامه.